بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. فإن قلت إن هؤلاء القبوريين يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو الضار النافع والخير والشر بيده، وإن استغاثوا بالأموات قصدوا إنجاز ما يطلبونه من الله سبحانه، عشاق شلك صلى الله رحمة الله تعالى عليه إن قبوريين تا زمن كان جوكتا يكوي هوري أي اسكو حقوميهين اسكو بابنيهين وحفارقنا أوسن ودحينو مؤثرة. مرك بعض الشبهات بوهد الربا شغن وكجواب قد يضا كسابسا وحوري. فإن قلت هذا تراضو إن هؤلاء القبوريين قل يهن قبر قبور تويني برية قال هذا هو مشرك العرب كحكم ما هذا تراضو محايا لي يعتقدون قبورين توحي رميسيهن أن الله سبحانه وتعالى هو الضار النافع ألا إنو يهي الله رب يدف بكينه والخير وناق وشر حمه بيده إلهي قعنتي سيا أودس كجرة بيئة من سيه. وإن استغاثوا هبا قرقار سيدن بالأموات أموات قصدا لإنجاز ما يطلبونه من الله سبحانه وتعالى ساس ببعض النسخ وحكو قرآن. وإن استغاثوا بالأموات قصدا لإنجاز ما يطلبونه نصلها دان وان هينا وحاق قرآن قصدوا. وإن استغاثوا هدي قرقار سيدن بالأموات ذاتك دنتين قصدوا وحي أجيدان إنجاز ما يطلبونه من الله إلهي وحي كدون هايين إن لوهر قليو أو لو رميو ما أها إن يعابد هيا سدا صدا تراد شبدا آد كنتو شوغ حوكو لقلت وحان لي هاي. هكذا كانت الجاهلية مشركين تعرب سدا أمبي أهايين فإنهم أيقوا كانوا يعلمون وحي أغايين حق اعتقاد كي إيمان كأن الله هو الضار النافع وأن الخير والشر بيده. وإنما عبدوا أصنامهم أصنام توضحي عابدين يا أوثان توضي معبودات كوذيك لتقربهم إن يؤدوا ويس أوغيت أما لتقربهم إن يؤدوا ويس إلى الله زلفة أي قربة زلفة وأن قربة إله إن يؤدوا ويس دوان أما دوين. كما حكاه الله عز وجل إله سدو كسو قوري عنهم حق وذا في كتاب العزيز كتاب كيس عزيز كدوا آيدي بضناء شخص وشيغي بوت المامها إياه أرض يسا العلامة الحازمي العلامة الحازمي أصغو كتاب كيس إيقاد الوسنان وحقود دري هذا كان مركم مره الشيخ كسو قوري. ويقال لهذا المتقرب وحان كلها ينابو ننك قبورتي أولياء بركيسنا يا عابودي لم تتقرب لما تقربت به إلا وأنت معتقد تعظيم ذلك الميت، وإلا فأي فائدة لك في هذا النذر والذبح وقد صار تحت أطباق الثرى. حولي وحان لينا محاض وحان أبحين إيسا قربانتا قورعا بريضا هولها محيه هدادا ميت كان رميسنين أوضا خير إيا بركية أدا كان رجينين محا كتبار ديقينين كان لك بيضا دولك كهوس مري سبحان الله الباطين لحاد بوسيدا كل شيخ نواكين الدونة. إذن مركو إسلازمي أو قبوريين تي حلقي حد الجوغة يكوي حلقي النبي محمد جوغة أسكم متكردي يوحو مركا استدراغي أو قدبتغي. نعم إذا لم يحصل من المسلم إلا مجرد التوصل الذي قدمنا تحقيقه فهو كما ذكرناه سابقا مثلا إنه شيخ سوك لفوت قادني ودمنا قسو عليه وهيد توصل كمجرد كأها إيها التوصل بذوات الصالحين ونصو شيخنا إنه بدعي هاي. نعم هابر هسي شيء إذا لم يحصل هدوسا كردعين من المسلم الروح مسلم كأها إلا مجرد التوصل توصل مويم وحكا هدوسا صمينين الذي توصل كاسو قدمنا أن صهر مريني تحقيقه لران إرنتيس أي معنيس ضبط أوحو يهي فهو كما ذكرناه سابقا حال كواسد أن صهر إنه كاس لقوقالو مهيو لكن صوحو قبي إنه بناي هاي سيدا التواصل بدعاء الصالحين يبل أعمال الصالحة وكربو إلحاقين يهي إنه بدعي هاي نوين صهر إنه وتواصل كاللوغل يا أي تهي التواصل بعملك الصالح التواصل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى التوصل بدعاء الصالحين ان يكون دعيا صدح لهم كليا ان اقلها وحي كرنا وبدعيها لا دليل عليه وين صوت المان كاس زوج الشيخ وحوق بي وين ترى الهه وفضل الشيخ خبل يقولنا حريصه مركا حوران وبحين ميسد قورا عن اسامين ميسد تعظيم كان لاسامين ميسد الشيخ فضل يسي ان علمي يسي اقونتي سي اله دواشو دوي هاي بل الله كبر يسا لكن اصغ الله يبر مليهد قورا عن وبحين ميسد شعب عبد القادر وإيه جرجارو استغاثان لما إيمان يسيد
وأنك سنبرا مركا الفرق بين التوصل والاستغاثة، وأن للتوصل محو هاي إنه لها أفر أفر ركني، والاستغاثة يصدح عليها هاي وإن سنبرا الشيخ استغاثته وتكاه لي وحقوق علي سيني. أما توصل كمجرد كأصوين بناي أيو قبي. ولكن بول الشيخ لكن من زعم الروح الشيخة قبورين تا بين الله الله ينابه من زعم الروح الشيخة أنه لم يقع منه إلا مجرد التوصل توصل مويا وحكى لما أنا نصمين إنك يد هذا، وهو يعتقد أسوق أمن سن محأمن سن يهي من تعظيم ذلك الميت ميت كأسقى أو بريها يوين انتيسا مابو آمن سنيا لا يجوز أصلا بناء اعتقاده إن لقى آمنوا في أحد من المخلوقين أحد كو الله أبو ركمدة أو زاد ولب كدرة كدرة بوري ككرية على مجرد الاعتقاد آمن الدكلية وحو ككرية وكدرة بأعمال يوحلي من أفعال بأي قربات أي عبادات أو فتقرب الدواذة إلى الأموات انت دماتي بالذبائح قورع شرط بقالها وقورع هي يوان نذور يمحوها حلال وقرع قبر قوضة يوان نذور الشرط وناداهم أرواق أمواد أهل قابورك مستغيثا سوى قرقارسنا يبهم عند الحاجة باهية لمركو يمادو فهذا متكاسي لأنه أن توصلها يا وهؤلاء بريان لو رقام ويشيخ وكه الله يا فهذا كاذب في دعواه وحو شاق بيان بقو شاق دعوة دي سي وحو كأن دعونا يبين بقو شاق في دعواه شاق 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 أنه متوسل فقط وأن كنت وصلائي ما بريو وما عسكدو وما يعدو وحولو وما قورعو وما تلصارتو بين بكو شيء محاجرة فلو كان الأمر كما زعمه أرنك هدو يهسدو الشيء لم يقع منه شيء من ذلك أرنك أرنك وحان كما دعي ما محي ذبحي ينذرك يستغاثتي يمناجاتك يدعادي ينداغي لم إما ذنبول هدي التوصل مجرد أوي هاي محاها ولهن كيني إلا توصل عن سقوق إنه شغل شو كان وقبل إنه بنايا قيب كم إذا وحي أهيد إلا إذا إله الشيخ بالفلد جيس يقول حريص إله جاه النبي محمد يقول حريص إذا النبي وحلاج ورعي أصو النبي محمد وأغثن لفرق ما أقول حيبر محاسك خزي مجرد أصو بذاتكم ماشي سكجوا كا ورقبين أضحوا شيئين أذن أيين أذن أقيلين أذن عسكنين بدل الله أريسا وحلا الله وأنكم بريا هاي بريا ذا أنكم بريا وحدا يقاق بشا بفضل عبدك شيخ فلان هؤلاء صديق الله وليدين دحيا وذات كنا فضل يسون بات قل دارتي لكن مركات ترى إلى الشيخ بلو إيه جرجار شيخ بلو إيه نحريسه شيخ بلو إيه بدباد شيخ بلو عدو جبي أولاد إسي تاوا استغذوا قال نبود وهؤلاء قرشد هؤلاء قرشد وي تاسو ربع شقون وكلا سارو فلو كان الأمر كما زعمه سدو الشيخ حالك هدوية وكقاب صدي توصل بس مجردة لم يقع كمدعين منهم من القبوري الوثني شيء شيء من ذلك كمذا من الذبائح والنذور والاستغاثة والنداء والمناجاة والمتوصل به إنك لو توصلها أيه لا يحتاج أمباها توصل كمجرد كأها توصل كمجرد كأساق أقبي بالذوات الصالحين المجردة أقبي شوكاني أصوب إنه خطأ يروي نصو شاقناي لا يحتاج متوصل كأمباها أدوك متوصل باتاي إنك أدوك توصل المتوصل به بين صونيلي هوش عاد إلهي أغطى وصول إيسي الدون إيسينا وحالي المتوصل من أجله روح الله سيما رأيه محوة هاي ضنطة أدكتا وصول إيسي عفوا عفوا الله هذا دوانيس روح الله سعود إنه وحلقا قبت الدون إيسينا والمتوصل إليه المتوصل إليه الله متوصل أذيقا متوصل به الشيخ هبل يا المتوصل لأجله وبريد يدبك أتسيغان إيسي إن لقا أقبلا أفتار نبولها مركا شيخ مركو حوليه ننك متوصل به إيش إله الشيخ بالفدق يقولنا حريص الله ذا هاي لا يحتاج مبهنا إلى رشوة إن لقن يأمل لالوش رشوة مبهنا يعني ما كان موقت النيف قورع عدو قورع عاسي رشوة بحريصة حال ذا الشيخ بلو النيف كذي مال باند غي أغسكا ديوان بحيي هدي أكا إن أضاك نغغضا لغاربا وقبطه إلى رشوة بنذر أو رشوة بنذر النذر اللي قرش لا لوشه يوذبح إن هاي جورع اللي قل لا لوشه ولا تعظيم ولا اعتقاد وينين اللي قل لا لوشه أم بعهنا يا أما إلى الرمي أصدق لا آمنه لأن المدعو كالبرية هو الله سبحانه إلهي كل جيبوي وهو أيضا المجيب دعونا أصدق أقبلها هي ولا تأثير الرادي صامين ملها لمن دولك وقع به التوصل قط
روحي لغو التواصل أصغو وح هوشها وكقبان كرام الجراء يعني ديبك كو هاي يستحق مقبان كرام اللهم بعد دعاء كا أقبلي أصغى ديبك كافي دي أصغى لكن مت كان متواصل به جاء وأنسي مريسي وإلهي بعد حسوسين يزنين كان فدك زين لغو نحرست انت أن ويا بولي شق جو قاري إنه تنبس كذا هاي دعاء لفت كذا وكرر بعض الشيء وقيل بعنت هذه الدفاع هذه إنه سكت وري هاي بعض النسخ أوفي عن وحاكو قرن ولا تأثير لمن وقع به التوصل قط بل هو بمنزلة التوصل بالعمل الصالح صح الدان لديهن عبارة مبهجة يسبا إذن قرن ولا تأثير لمن وقع به التوصل قط بالعمل الصالح اسكيني ميسادي سمارة إن عبارة خلدان طاي مركة فتح رباني نسخة أصل كأه إيو أردي يسي نسخة الشارح فراج نسخة يسا لبضوا مركو حقوق قرآن يونس قضى أرض الإمام محمد ناصر الحازمي تلميذ الشوكاني أيا صحي نسخ مركو الدوان وحكاء أنفعها يعني كتبته خلط باقلي كرا سبق القلم بادعي كرا وحبال لقبه ذي كرا آيات حرف بادعها كبحي كرا كتبته اسكن نوع مركو والا أرسده هل كتاب بس ويا لقبا إكاد كتاب كده هلي كرتو لبان نسخ صدح نسخة لقي إبسده هل طبعا طبعنا في عرض محققا مزيدة هولا ضلك عضو وأجد بن آدم وحل حب الله لبلا بنص وصدق صدق حب الله جور صدق اللي تورب إنه هينني كتاب نكى بسدا بدد عليه بدد دهور الصومالي إن نكى ليه الشيخ خبل بالي هذا وكتاب بدنا الشيخ خبل كتب تيسة لبرت مقعده قالوا ليه لبرت محيق هذا لبرت محيق هذا نادي وهذا يقول لغوي رب الله لبرت كتاب سكبلان طاي ولا تأثير لمن وقع به التوصل قط بل هو التواصل بذوات الصالحين وحاوى يبر بمنزلة التواصل بالعمل الصالح وحيدا كجو أن بل هو بمنزلة التواصل بالعمل الصالح التواصل بذوات الصالحين وحي لميتها هاي التواصل هاي بالعمل الصالح ساسو الشيخ والربائن والرهم بل هو بمنزلة التواصل بالعمل الصالح فأي جدوى محافة إذا كجرت جدوى وفائدة أصل كيض فأي جدوى محافة إذا كجرت في رشوة أو رشوة من قد صار تحت أطباق الثرى إلا اللالوش من قد صار الروح النقضي أهادي أهيدي تحت أطباق الثرى أي تحت أطباق الأرض والتراب الثرى ورولك أم عيدة أم عرضة أطباق وجمع الطبق ولا كبيض رولك اللوجي ذا ننكهوس مري رولك ولا كبيض أكسر ريان رولك هوس كم مري دوق يسو يلالوش بحنتي يسو يحول قور عيسو ما حي تريسا لكن هذات راض إله وفضلك الشغب اللي قلنا حريصه ويكد وانت يبور لكن ما كان ميت قد واقع يدحل أقور عن القبر يبقوا محمود ترهيا القاس الشيخ اللهم رهيا بشيء من ذلك من النداء والاستغاثة والذبح والندر محكا محكا أنفع حقوق ترميس أذو نحقوق ترميس وأذو كل رفاضة يبور وهل هذا إلا فعل ما يعتقد التأثير اشتراكا أو استقلالا وهل هذا إلا فعل من يعتقد أو ما يعتقد لبعض أبو الآخرين كرا بعض النسخ من بيقرها يعني ربا ما لها وهل هذا كان من يهيبه إلا فعل ما يعتقد التأثير إلا فعل من يعتقد التأثير كفعل الله إن من تاسها قرح سنة الله فالكن آئين الأولياء الله وقال أهل قابور لبريو أيها الله توقو وحلوقو ورعو وشرد الله بحيو وما حي منك هوش السمينية هذا أن أرناه يعني وما مجرد وحانه متوسل فقط بذوات الصالحين وحانه لبين بعض شكتي وفالكاذ وفعل من يعتقد من آمن سن التأثير السامين اشتراكا ألا إلا لو ذاك ونن كان أدونك يدبري يسام أهل قابورك وحقبتك وحترك يأود ربي ولو ذاك أو استقلال أما سيد من حبنام بوحكو تريكرو أولياء دبت تاجنت واحد كأم من سنتها إلى ربي وحلق قوانا يسوي قرب تاجنت وشركتها أما مستقلين بربك أيه فالكذا نتوس يقابه رقم يس ولا أعدل برشوق وحكا رمضا مجرى أما كجر صورسا وكعادل زن من شاءت أفعال جوارح الإنسان آدمه جوارح يسوف فالكي سميا حبناها ضيء أفي أدن كذا واحد كجر قنته أيام كقوم مخرات كعهاي اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وإن لقوك لبحاوش أيضا هدنا يقوم مراتك عيان آخرين تان لقارين بأ ولا أعدل من شهادة أفعال جوارح الإنسان على بطلان ما ينطق به لسانه عرب كذوح الشيغة هايو وحابينين هايا جوارح ذا وحاتر ما يأنو أوليد وانكو التواصلاء ما بريو حان لينا محصلين نفقو قور عيس
oo shalay baabuurku markuu jabay aad u dhawaaqis jacab qadir u lahayd oo maali wasaadka u galeysay oo markii doonta nala caarida aad asaga u baryeysay hawlaha maxaa ka keenay miyada hadaaqayso qandhaa ku karkarisay miya ay lis weydiiyo calaa butlaani maa shay bilaashnimadii yanduq uu ku hadlay bihi maagaba lisaan oo min addacaawa sheegashooyinka ah albaailati bilaashka alcaailat daliil la-aanta ah caaila can idaliil can iladila bal man zacama ninkii sheega annahu lam yaxsul minhu ilaa mujaradu tawasul ninkii sheega buu ihi inuusan ka dhicin waxaan tawasul ka ahayn wahuwa yaquulu bilisaani isagoo afkiisa kale yaa fulaanu munaadiyan liman yactaqidu min alamwaat hebelow buu leeyahy sheekh cabdiqaadirow sheekh yuusufow buu leeyahay isagoo markaa u dhawaaqaya amwaad uu aaminsanaa fahuwa kaadibun calaa nafsi naftiisu ka been sheegay mujarad tawasul meesha ma ahe cibaado ilaahay keyrkii la baryahayo wey waman ankara ruux inkira xusuulan taas markaa waxaa weeye waan ka soo baxnay buu yidhi ma waxaad ii leedihiin buu yidhi dadkan aan naqaanay annagu qabuuriyiinta ah ee awliid ooma dhawaaqaan miyaad leedahay horta dhawaaq ma ogolaataa nadar ma ogolaata sharad ma dhaca gowrac ma dhacaha hawlahaani ma tawasul baa mise waa cibaadihi istikaatha ligayri illaah idan taa waad kasoo bax mise waxaad ii leedahay buu ku yidhi maba dhacdaba waad ku been abuuranaysaaye dadka amwaad ooma dhawaaqaanba qubuurta looma dhawaaqo sheekh cabdiqaadir lama yidhaahdo sheekh hebelow lama yidhaahdo adaa beenta sheegayo sheekh shawkaaniyow taftari cala alaxyaai wa cala alamwaad miyaad ay leedahay tii buu hadda ka hadlay waman ankara ruuxi dafira xusuula nidaa'i dhawaaqo inuu jiro lilamwaati loo yeero iyo walistigaathati bihim ama walistigaathatu bihim amwaada in la gargaarsado istiqlaalan si madax bannaan falyukhbirna hanoo sheega bu noo caddeeyo ma macnaa maa nasmacuhu muxuu yahay shay aanu ka maqlayno macnihiisu fi laqdaari alyamaniyati min qowli gobollaha yeman oo dhanba jamcu qutrin aqdaartu gobollaha yemaniyad oo dhan waxaan ka maqalaa buu yidhi hawshan soo socota macnaheeda ii fasira ifahansiiya wadaad cariba wuxuun luqada ka garan baan ahay bal ii caddeeya haddaan amwaada labriyon loo dhawaaqin eraygan soo socda macnihiisu muxuu yahay awliya allahy adeeg maxay tahay min qowlihim ya bna alcujayl yaa zaylaci ya bna alculwaan yaa fulaan ya wuu tiriyey sheekhu ilikh nimankan loo yeryeero ma jinbaa maxay yihiin ma malaa'ig how loo diraybaa ma alla kalownan garanayninba muxuu yahay ifansiya ibnulcujayl nin la yidhahda axmed ibnu muusa ibnu cali ibnulcujayl oo dhintay wey 690 oo reer yamaneed ah 690 hijrada uu geeriyooday axmed ibnu muusa ibnu cali ibnulcujayl baa la yidhahda ilaa yowmina hada waa la caabudaa ninka le zaylaci isaguna axmed ibnu cumar zaylaci alcuqayli baa la yidhahda wuxuu geeriyooday 707 hijrada ayuu geeriyooday isna nin caalim ah oo kutub badan qoray buu ahaa laakiin lagu fidnoobay ibnulculwaan isaguna axmed ibnu cali ibnu culwaan bale asuufi wuxuu dhintay 665 asna nin suufi oo weliba xuluul iyo itixaad lagu tuunsan yahay buu ahaa wadaadkeenni ku qaxaba la qalanquul me waa nin kaloo isaguna yemani ah yaa fulaan yaa fulaan wahal yunkiru haada munkir bur hawshaani ka dhacday yeman iyo gobollaha yemaneed ma wax inkirsan baa jira mise waa nin cirka yimid o adduunba la socon aw yashuku fiihi shaakun mise waxaa ka shakinaya nin shakinaya wa amaa cadaa diyaari alyaman magaalooyinka yeman wixii ka soo haray yeman baan hadda kaaga warramay buu yeman wixii ka soo haray falamru fiiha ay fashirku fiiha weyad wax kale lagama soo hadlaynin falamru fiiha atamu wa acamu falamru fiiha shirkiga iyo nidaha ka jira iyo istikaatada ka jirtay atamu waa ka daran ay akhtar waxa yeman baaba dhaantaba yeman baa farda lagula baqan hayaa meelaha kalaaba ka daran waa camu waana ka baahsan yahay bu yeman meelaha qaarkood weeye laakiin gobollaha kale waaba geedkaa tagtaba qabri iyo macbuud iyo sanam baa yaalla waa shahaada mukti caalimin khabiirin calaa waaqicihi weey kadibna hadhow waxaad maqli takfiiriyiin baa leeyahay baad maqlaysa ninkana wadaadkana wuxuu ogan yemanna inay warkeed baddaa kuwa kalena haba sheegin buri gobollaha kale caalam islaami haba sheegin sheegooda shib baa ka roon kuwaasi wuxuu yihi sheekhu fa fii kulli qaryatin tuulo kasta anu diyaar baa gobollahan ka hadlay marka hore qaryo kasta oo waddanka yemaneed aan ka ahayn mayitun meyd baa ku xabaalan yactaqiduu ahluhaa ahalka qaryadaa degan ay aaminsan yihiin inuu waxtarahayo wa yunaaduunahu ay u dhawaaqaan wa fii kulli madiinatin magaalo kastana jamaacatun minhum koox baa ku xabaalan awliyaa ama ahlu qaabuur oo la barakaysto la cabado la baryo xataa annahum fii xarami illaah xataa iska daayeen gobol iyo madiine
يميل كبا فايش علومه حرمك الهي ما يكون عابدان الهي غيرك حتى انهم في حرم الله ينادون مكانك اللي جوه وحي بريان ويكعبد هرتاغين يا ابن العباس عبد الله بن عباس ابو عبد الرحمن ابو العباس بيبري هيان يا محجوب محجوب بيبري هيان محجوب الطائف من اللي يقانه ويأسوه محو هاي دنت يكون لابد بقول يلا بدي يكون لابد بقول يشنت لابد ما له دنت طائف كحبالون ويقول هذا بريو إذا محجوب ابن عباس زيد من الخطاب با مكان مكان لما راه يان لبري جرو لعابد الجري فما ظنك رئيس سعود بابي هولاس دولة السعودية الأولى والثانية أي بابي أما الثالثة هذا تاجنه بقر عبد العزيز كصوب باللابتي أوائل كذهر آد بأوفعنا العلماء بضم باجوي وهوش وحقق بن جري لكن بعدما إنجليزي مريكا كله حدي أضيق وافس هذه فما ظنك محاط كما ليسن بوري بغير ذلك يمن انت انك اهين بوري ايو قبلها كلي بغير ذلك من الأقدار البعيدة بغير ذلك من الأقدار البعيدة من الأقدار البعيدة واللفظ كقو ايو نسخة ادعونو عن هايو كون قرآن نسخة الشارح النسخة هاي الحازمي تلميذ الشوكاني وفتح رباني فما ظنك بغير ذلك من الأقدار البعيدة باكستاني هندي بنغلاديش مالك سيف غوركود بدابك تاسازي ويدين فقد تلطف ابليس با محو هاي حاله ديستي يو جنود وعيدنكيس تلطف اي تحيل بلا معناته هذا هنا اخزهم الله اله هد لي لغالب اهل المله الاسلاميه اهل المله الاسلاميه بدنكود ددك دينت الاسلام كشيغتي ادونك جوغا مانتا بدنكود بشقولي اذا سجل عليهم أكثر كود إن إبليس مركا شرك وكفر وكرده بلطفة أما بلطيفة هو الصواب بلطيفة كقرا إغاد الوسنانك يفتح ربانية أي بحيلة وي تلطف إبليس وجنوده أخزاهم الله لغالب أهل الملة الإسلامية دينة إسلام كذلك أنصب شيكتا بضان كود مانتا بحيلة بوكود غي تزلزل الأقدام مجمدها كرقات نيسا عن الإسلام إسلام كصاريس فإنا لله وإنا إليه راجعون بروشوخ وركوسو قبي حيلت بولين الشيطان بولي عيدان كيسو أيكو أصيبين أهل الملة أهل الإسلام دوكي شيء بدن كود حيلت داسم حيل الله دول قادن كرام مايا نينك أي تاباتي قمدي سو حكا دقاج إسلام إسلام كو كبحي ومشركين قالوا فإنا لله استرجع فإنا لله وإنا إليه راجعون حور الشيخ أن يعقل معنا أينما يعقل معنا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ضدك فهم يا أيضا معنى هذا أول والله ما هي ضد دروي نادرة ضدك أن محوها نوادرت أنا وحاوي بربا والله فبحين والله عيرين والله في جن نين خريبا بالله يستا إلى أولي صالح من مهدي المقبل أو شوكاني شيخ شيخ النقنكرة لبط قرن وحكا بضم بقول حيا أيا وحوي ليها ذات رضا وحا وشركي إسكا إلالية وحي كأمن بورينا هرت أذوالن طمانك مسكح لجا جرو كأنت كأمن وانك رون يكون حريص تبوري كذا كله وحو هيو كقول فنبور توري هدو هيو كقولين بور هدو يمدح كتشبين ويقول لما طيبور مركا لفتركاد وانت لو بتونين الحو من سنة إنه كاحشون بالله لك ارتابور كا كاحشون وحو قرن بور وأذوالن طمانك مسكح لجا جراي أرد الدين هالقصص عاره نينك أنكو أقنو صماء بركو هاي خوسي دين بوري مرك هالكاسي باشو مرئيسا وحاولنا آمن تابور شركة عربيت وانسيو كرد بأدونك ما انتا كجرة ولا أستثني بلدا عن بلد بوري أسوق بقبي واشوكاني هرتيا وقبل محمد دهاب بقرن محمد دهاب بقرن نينك كسوري المهم الشيخ حوري أين ما يعقل معنا إن الذين تدعون من دون الله كوا أدبر إنسان الله سكودي أما أدعابد إنسان عباد أمثالكم وأضمي دينك وكر الله أبو روح بأن تري كريم فلا تدعو مع الله أحد أن تذكي فهم لها أو يبور له دعوة الحق والذين يدعون من دون لا يستجيبون لهم بشيء أو يبور تذكي أين من يعقل معنى هذه الآيات ما هي النبوة لا ما هي شيخ آياتهم عبر دور قرب سونور آياتهم ونشكتين وقد أخبرنا الله تعالى إلى وحنوش أن الدعاء بريض كليجيت عبادة أنتي في محكم كتابه كتابك صلى الصغيب إلى كوش جساس مدى آياته بقوله تعالى ادعوني أستجب لكم إبري وإذا كأقبلها ياي إن الذين يستكبرون عن عبادتي بالي
كوا ك ايه هاي ككبر كسن تلاقى يا أنا جع عبادة أي دعائي إلا مركو رد يسوق بريا ليلي إذا بريا دي بهذا عبادة الله قد جاي ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة حد بيا له وهم عن دعائهم غافلون سورة الأحقافنا بعبادتهم كافرين بالليل دعانا كهر ريس إذا هذا دعاء شوكتو دعاء قذاب بلارن دعاء عفوا عبادة داشت عبادة قذاب بلارن لكن دعاء وأصل كعبادة ذوي إن أضباهن تاي أو أضون تاي أو ربي هوس تاي أو مخلوق تاي وحيواها توسا هاي باهدا ذا إن أتقد بسوي ربي وين أقد بسوي مرك أكبر شهادة على أنك عبد لله وأدعى والمسألة باهدا كان موقع يسوي مرك صادر تتبالغ إطلاقا لأن سؤال يا بريضة وحكى لازم عباده نفسها نوع عباده إذن عن عبادتي سيدخل الجهنم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون الجهنم بيقلدون أن داخل أي ذلين حقيرين لبكو حكجرا صدح مسألة إن شاء الله تعالى عشر ككحقين وكهل ففاين دوناي لبكا لن إيتاقا علوم حيليا صدح مسألة دان لفهمين وإشكال وكاقلوه وحكو صح ما يمجر معنى العبادة معنى الإله حقيقة الشرك صدح ذا قضى منك أصح ما يفهمه وحما أنت واقع كجرا وفهمها يا شركك عربينا وفهمها يا مسلمين تصدح ذا قضى بكخل ضمينة حكمك هو عدانا يا حقيقة الشرك معنى الإله معنى العبادة صدح ذا قضى وإن أذكبار دان اللي يروا إلا سكسوا حقيقي هذه قال هذا وحنا كنا قال الله ما إن ما العلا إنه كجبا إنه لغوا يا آية إن لسقوا ما في عنه وحاول في عين لك على الصعود الإمام معلم اليماني وحوليه هاي مركو كهلا يا شركة حقيقة ديسة وحوليه حقيقة الشرك بالاتفاق واتخاذ غير الله سبحانه وتعالى إله من دونه إلهي أحد أن كأهين إلا قد تم معبود ولا إله هذا ومتفق أو عبادة غير الله عز وجل أما إلهي غيرك إلا عابد وحق إلهي ولها الله سيئه أرين تاس الإله مرك أصدقوا لغاها الله ينا تاس وحقيقة شرك خلاصة ديسة تعريف كيسة أقسام ديسة وأدو حكي لأن مال بانسين دون خاصة لكن حقو يربان كحن تحن تيسان هيا شرك وحقيقة سوحون نقضي واتخاذ إله من دون الله أو عبادة غير الله سبحانه وتعالى وحاكوي من الإله إله نمبا وحكوف السرين وحويا وواجب الوجود بذاته باللوجيدة إله هو الخالق المدبر مدبر وي وعلم والمخترع للكائنات والمخلوقات وحاصل أنك صوتك الإله هو المعبود على التحقيق إله هو شيء لعابده أحد كالعابده وي سواء عبد بباطل أو بحق أما باطل هل يقع عابده أما حق هل يقع عابده هذه حق يقع عابده وأليه حقها هذه باطل يقع عابدون ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل هؤلاء هو الكلام بالتقيس إذن الإله نحن هذا المعبود بحق أو بباطل كسع لربنا هو إله كله إن لعابده عباده وين صوت تعريف أنه يمر بأنه كسوه اللي مقدمة كتابك أنه كسوه هذا اللي سيدا درته هدان ليس لفها من محا إله لا إله هذا محا شرك لا إله هذا محا عبادة لا إله هذا والسكر رفا هذا هيا وحبكو سعون ما يجد علم ذو وي تحقيجية ذاتك المسلمين تأم بضون ما أنت كمدة لا إله إلا الله بإليه محمد رسول الله مركة ترى هذا إله كلي بريا نقرب إبوذ هيا لبكو حقيقة جرا لبكو حقيقة جرا لا إله إلا الله بيسن فهنسان معنى هذا يا وحي حمبار سنتهاي ما نردع صنو محايل كفار قريش حي النبي محمد هذا الشيء هنا النوشك أما الخبر ما أنت النوشك تواكار رميسانينا لأنه خبر كاسي وحي كبينيا نما هيان هودو دينا مؤسن خلافه وهو كان سميا لكن نبي مركو أشيك كلمة أي معنى هذا فهم هيان ويبودين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون نبي الله يهود محلوي أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا هو شو بناك إسكت الله معنى عرب وحيفه أنتي لا إله معنى لا معبود
إلا الله بي فمين إلهي كريه العبد مجره أبد صدق ما يشهد خلاص كون لباطن يبقول بابا ننفع ويد اللحدن بابا هيز صدق بقول اللحدن بابا ما يشوف كاركينه ننفع ويدي هوش أك هذه وارسكو حرب أسرعيننا كلمة معنى هذه يفهمين فلم يقبلوها ما دام يكلم معناه أي خلاف تهودودي يوحي يقو آمن سناي رقم كذي بيديدي هوش أسي هذا الله سكغفيري وحال الروح والغي ومركا قاركود إنه موضوع إنه اعتقاد صحن إيمان صحن ليه مركي دعوين كقاركود دعانا وحق كبود وقادم واي صحابة ما لقاد قد قال الله مي وعلى رأي مركاس ودنتي نبي وحوله هو في النار فارتاب بعض الصحابة صحابة قيبة كمدة الشكية وإيمانك دينتك شكية محايا إيمانك شكية مركو وري أنت أرتو صنع إذا هوش إنك قروح صنع إنك عمل في عنا الجنة وقال لأورنها إنك دقا حنا النار وقال لأورنها أيها هوش لسعودي مركو أركنين على ذاهره وناكسا ونبي قلنا روحكم هي نفتي سبب بودي وقادم واي هودي سي وحاس خلاف حقي هودي سي ربتان كيس حقي بأس خلافي ليلة الإسراء والمعراج من بكو قالوا بي ودينتك كقبا حي صلح الحديبة مركو النبي قلنا هوش اللي يمد وقاني وقاتي صحابة باكم مرمي إلى عمر وإنبضا صدقات إيا استغفار كلي من قضية دي النبي قابكو ولا مرمي يعني هوش وحوي إن ربتان كاو حق أهقان سمال الربا ضد كم بدان لا إله إلا الله له مرك اللي يورش عبد القادر يا أولي ذا يا أبو توين ك يا الدقيذ يا فقياش يا الله بري ألا كلي يا هلا بريو كرؤ بوذا هي معناه هي سفان سنين توحيد كان دعين تصالة جابا نقل أدي أنا في عين سيهات نقل المعلم وحوليه هاي إن الجهل بمعنى لا إله إلا الله يلزمه الجهل بمعنى كلمة التوحيد عفوا إن الجهل بمعنى الإله إن الجهل بمعنى الإله إله معنه سل فهم وايو يلزمه حاكدلا الجهل بمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا خالق لسو استاقي لا واجب الوجود بذاته إلا الله لسو استاقي لا مبدع لسو استاقي وروش الله قمه الله لا معبود وي الإمام عبد الله الحليمي نقل قيسة قيسة والله قلب حيا مانت مرقو كسو الله محال لغو إسلام الدين تان لغو سوق له يضدك إيمانك وأنواع ذيسة كتابك سأل المنهاج في شعب الإيمان مجلد ككوبات بقول صدن يلح وحوليه وإذا قال الوثني ننك وثني مشرك هدو يده هدو لا إله إلا الله فإن كان من قبل يثبت البارئ جل جلاله ويزعم أن الوثن شريكه صار مؤمنا وإن كان يرى أن الله هو الخالق ويعظم الوثن يتقرب إليه كما حكى الله عز وجل عن بعضهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فلم يكن مؤمنا حتى يتبرأ من عبادة الوثن ورك آدي اللي فهموه وحولي ننك قال كي التوحيد سدب إنه إغينا هدوها قال كاس قال آمين سن إلهي سبحانه وتعالى وخالق وأنا ألا العابدها يو أصنامت يو أوليه يو أوثانتنا يقولنا الله إلوه ذاقا مامولك يو تلاذا يو عبادته سهدو آمين سنة كدبنا أولي لا إله إلا الله إن كان وحد الله فأسلم ومؤمن بو إن كان محايا لو أقول روحو آمين سنة تشريك إن إلهي يو أوليه أهل قابورك أوثانت يو أصنامت يو وحو ذاقا بو آمين سنة هدو كل واقع لا إله إلا الله محمد رسول الله أويري تراجع عما كان يعتقده فوحد الله ننكا وركي سحور وعدي مؤمن ويوري لكن ننكا قال كإن التوحيد سدي هدو آمن سنا واقعه إلهي كلقي بأدون كما ملا أوليدنا الله إيد وين آمن سنا شهدي سماء صحي سبول أدب نسوفنا إلى تاي هذا الكشيخ الدقيست وحوق الشيخ وإن كان يرى من قبل أن الله هو الخالق إلهي بأدونك ما مولى أبو رؤام من سنة أمسن يحي لكن ويعظم الوثن يتقرب به إليه إلا ليقرب الله زلفا وثنكم حور ربا إلهي بإيد وين بوليه شيخ قال له إيد وين بوليه لكن خالق يمامله الله
سبحان قادره. انتهى دو من سنة لا إله إلا الله محمد رسول الله ما تنفعه كو إسلام ما هي دينتنا كو سوغل ما هي قبوريين تم حي آمن زيهن يوثنين تصوماليات حي آمن زيهن إن الله أن الله هو الخالق والمدبر لكن أوليده حي ليه وإنه شفع عقاب هيان الله إنه يقدر ويهيد الله إنه يقدر وين هيان دعاء النبي ويسيم رأي الله أقبلها يا وركا وطقنا بيلا طيب فلم يكن مؤمنا بوكاس إسلام كسماء صحاي حتى يتبرأ من عبادة الوثن وإن بريد أوليدا ينذر كودي يجور عذو كطوبت كنوم بكو إسلامكاس لأنه رام بوحوء من سنة إن إلهي خالقي هاي أدونك كليجين مامله الضوم هو أصدق ولي هاي أحد وحلو وذا كان أوسنجرين بأم من سنة هذا شرك العرب لكن حكوا أفو بي وحول أوليدا الله في هذا قر حيسن هيا جيد كده دير جيد قام بالغسيم مرة هذا الكاسي هذا القيمة بدنوي وهذا ومشي كده لنا أي دعوة نجدية نقوش اعتمادين بكمدية هاي إنك استون نقل جاي يقول سوق أنا أرق معناه التقرير رق وضق ضدك علماء إنك بده وحيق ما يجا كمدك إن ضدك إسلام كان ما أنت شيكته إن بدنه كمدة أيهم كفار أصليين لماذا ما لك التوحيد كله قبنا هيبة توحيد كون أصحين با إسلام بما إيسان سوء قلين با محي آمن سنايين وحي آمن إلهي نو خالقي كالقي أوريدون الله يؤدى وينيس وهذا شرك العرب وأنا تعلم إيكا هالليين إنك ساكو توحيد سدا توحيد كسا لا ينفعه ولا يكون به مؤمنا حتى يبرأ من عبادة الأوثان والأولياء والقبور هذا الكاسي الحافظ حجر باسوقة فتح الباري أصقونا مجلد كسد حيطمنا الله بقول يسيديتا وأقر وحون كوكينا أسقو بالمعنى لكن وحان كوكينا بحروفه من كتابه أصل كباك أسقو قرش فالحبار حافظ أسقو محوري قال الحليمي لو قال الوثني لا إله إلا الله وكان يزعم أن الصنم يقربه إلى الله لم يكن مؤمنا حتى يبرأ من عبادة الصنم نقل اللفت الكيس وحاسوقات معلمي في كتابه العبادة سبحان الله صدقنا يلح إلى سبحان الله أفرطنا يلابات كل واقررها يا وحان لنا مركة ضدك ما أنت توحي سيدة أشهاتي صلاة هاتك إن بضون وكمدة وحي من سيهين إلهي كليجين أدونك ما أمر أصغنا لي هاي أيونا أضوم أويهين لكن وحا قرب سعودة وي من سيهين أوليذو يا أهل قابورك يا شعبد القادر ينول بفقوق عسكذو إلهي إنو حوغا قبان كارو وألا أدى وين هايو ودعوذي سي إبريس وقدبين هايو وشفع قاضة هايو مستقلا أصغوان وحيدا ربي أعنو باهني مركة أولياء الله عسكان هايا مركة وكاسة أما الشيخ إسماعيل بابضة كمارين أما الشيخ إساق با كمارين هايا المغلي إذا حطا قليه ذو السوقان كفي عن عميد قليه دونك الراعي مالها بريضة انقاصي يحاق يمن آدي دون تبا دربتك تي وحاليا نوذي مش إسحاق بان نوذي مش إسماعيل شيخ إسحاق وشيخ كفر عمان قوليها إسحاق رسماء الله شيخ إسماعيل لو أضاروت كذلك ونصب شيكتان دان وأبهايو مش إسماعيل بان دون تبيبيي مثل شيخ إسحاق مركز الله وضع شيخ وصلق بتين بان دون وصلق بتين مركز دون تبنان كيد أي تكتيبا وحالوقا انت صوان بالوقلي وإن نذر كل شاذك اللي أوفيه أوليده وإن لا لو شو صماهات رشود وكسو هلا هي شو كانوا وي قد يضن قلبي بنا قس قتال له إذن وحي من سين أوليده الله إني أود وين الله أنا خالق يا هاي علم حيدا إنك إيمان كسماء صحن لا إله إلا الله تنفعه ولا يكون به مؤمن إنما هو مشرك على حاله أو شو وين سيف عن إنها الله كلا قاضو شيخ مركو حلو وأخرج وأخرج أبو داود حصوصار والترمذي وقال حديث حسن صحيح من حديث النعمان بشير قال قال رسول الله إن الدعاء هو العبادة دعاء وأيض بعبادة إن الدعاء هو العبادة شلي وحين صمر مسكه الرئيسي أداة حسن وني أفريين مت كم إذا ميشو كجرة مبتديه ولا تعريفي إيا خبرك أو تعريف سن تعريف جزء الجملة ومن أدوات ومن أساليب القصر والحصر
waxaa ka daran damiirul fasli baa dhexda la geliyay oo muqxam ah oo lagu sii dhuujinhayaa. Inna ducaa baryadu huwa asagu unbaa alcibaadatu ah, keligiibaa cibaado ah. xasriga ay qasriga qasri xaqiiqi amiya mise waa idaafi, idaafi yuqliha macaani bayaaniyinta yidhaahda cilmulmacaani bay yidhahdaano xasriga xaqiiqi waxay u jeedaan waa xasri waxba uusan ka baxayn. markaan dhahnay innama alkhaaliqu huwa allah, xasriga waxaan leenahay waa xasri xaqiiqi ah. laakiin markaan dhahnay ina ducaa huwa alcibaada, cibaadadu waxa un cibaado oo dhan waxa weeye duco bese weeye, sax ma aha. marka laga fiiriyo waxaan u jeednaa xaqiiq ahaan waxaa jira cibaado kale oon ahayn duco aan ahayn. laakiin xasriga idaafiga maxaa loo keenaa? waxaa loo keenaa libayaani cidami shay, libayaani kamaalihi, libayaani fadlihi, iyo wixii cibaado liya asagu inuu ugu muto horumarinta. idan wahum shuhadaa baad maqlaysaa, fa ulaa'ika hum lkaafiruun, ayagu unbaa gaalo ah. marka la yihahdo gaalo kale waa jirtaa, laakiin inta gaalo kuwana u galsan wey hawlaha, waan isla fahanno. cibaado kale waa jirtaa, laakiin inta cibaada duca ugu culus wey. alxaju carafa, xasri ku jira ma xasri xaqiiqi mise waa idaafi? qolya waxay dhahan waa xasri xaqiiqi ah. maxaa jira? xajku wuxuu ku buro waxaa jira carafo oo laga taga keliya. inta kale haddii laga tago dhiig baa lagu kabahaya, inta kale dhiig baa lagu kabi ama waa laga dabategi karaa. laakiin carafa hadday ku dhaafto falaa xaja laka, oo ku dhammaatay. marka xasrigu waa xaqiiqi niman baa yidhi qasrigu, niman waxay ma ahe waa idaafi. oo inta xaj waxaa ugu nambar culus oo ugu lambar weyn carafo in la istaago, inta kalena waa acmaalulxaj. si kastaba noqote waxaa weeye ducaadu hawl sahlan ma aha. ina ducaa huwa alcibaadatu, wa fi riwaaya adducaau mukhu alcibaada, xadiidka adducaau mukhu dacf yar baa ku jira sanadkiisa, laakiin xadiidka saxiixa waa lafdiga hore ina ducaa huwa alcibaada. uma qaraa rasuulla, laba xadiid bag, midka mukhu lcibaada min xadiidta anas buu ku yimaadaa, min xadiidta anas buu ku yimaadaa, midka min xadii ducaa huwa alcibaadana min xadiid nucmaan. sheekhu marka laba riwaayo isdhex geliyay oo laba xadiidayn kale ah, dhibba ma laha. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخري الآية المذكورة أخري النبي وأخرجه آيات أن صمر إن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وفي وأخرجه أيضا النسائي وابن ماجه والحاكم وأحمد وابن أبي شيبة باللفظ المذكور لفظ أن صوش النبي أيضا نقصه صاره. وكذلك النحر دعاء بأن نقطي مركة إلهي غيرك ولا عابده بشوق قال الله مركة دعاء سو يشيء إن لبريو ولا استغاثه ولا نديه ولا رواق أوليده haddii xaqu rabbi lahaaba fii san gaaladii aasiisan cafun awliyadii cafun. wakadalika waxaa lamid oo awliyada la siiya ahlu qaabuurka annaxru lamwaat cibaadatun lahum, iyaguna adducaau lamwaat muxuu noqo cibaadatun lahum, annaxru lahumna waa awaami wa cibaadatun lahum. wakadalika annaxru lilamwaat, amwaadda in wax loo dhow geel loo gowraco iyo lo iyo wixii la halmaala cibaadatun lahum, cibaado la caabuday wey, amwaada la caabuday. wanadru lahum bijuzi min almaanla waa cibaadatun lahum, in loo shardo loo bixiyo xoolahda qayb ka mid ah la siiyo ka sharad ahaanna waa cibaadatun lahum. watacdiimu cibaadatun lahum, in la weyneeyo oo bumbuunin lala yimaada xadka baxana oo xaqu rabbilah ee tacdiimka iyaga la siiyana waa cibaadatun lahum. kamaa ana annaxra linusuki, sida in wax la gowraco linusuka ee lilxaj lilhadi liacmaali lxaj loo gowraco iyo ikhraaji sadaqati lmaal, iyo maalka sadaqaysa in la bixiyo, iyo walkhuduc alla in lasu bahaan bixiyo ilaahay loo dullabo cafan loo khuduco loo hogaansamo, iyo walistikaana ilaahay in laisku miskiimiyo loo isu bahaan bixiyo cibaadatan lilahi u noqotay cibaadatun lilaahi caza wajalla bilaa khilaaf. ilaahay in xoolo loo gowraco waa cibaado, in xoolo la bixiyo waa cibaado, in laisku miskiimiyo waa cibaado, in la baryo waa cibaado. inta alla la siinhaya in lamid a haddii awliya la siinay cibaado wey, awliyada la caabudahayo waa isku dhammaatay buu sheekhu yihi bilaa khilaaf. iska daayo bal xataa adoo daahirkaadu marka la fiiriyo ay noqon la aamini kara in aadan caabudaynin sanamkan iyo wadankan, bay culummadu xukumeen inaad gaal tahay xukumahayaan. alimaam cabdiraxmaan bin yaxya almucallim wuxuu soo guuriyey markuu ka hadlayay shirkiyaadka, wuxuu yihi walidaalika waqac nawaaqida buu ka hadlayay shahaadada ruuxa isagoo ku addimay oo muslim ah, haddana hadduu ku dhaco fal burin haya shahaadadiisii tawxiidkiisii islaamkiisi baa burahaya, sida neeftu iyo saxaradii kaadidu ay u buriyaan weysada iyo salaadaba. markaasuu wuxuu yihi walihaada waqaca alittifaaqu calaa anna sujuuda lisanami aw ashamsi aw naxwihima riddatun tukhriju can alislaam, sidaa darteed waxaa laisku raacay ninkii u sujuuda sanam ama qorax iyo wixii la halmaala
سجود داس إني قال لما تيدين تكاسريس إلا لمن أكره الروح إلا الدرقية ولا قصبي موية حول الشيخ وادنا ولم يشترط في الحكم برديته لما شرط ننبو ننك سنمك أسجود أما قرح أسجود أما وحي لها المال أسجود مركا إن حكومة إنه قال ياي شرط ماها أن يعتقد أن الشمس عفوا أن يسمي الشمس مثلا إلها مركا لين هاي قال باتي مرتد باتي شرط ماها إنه سنمك إيا قرح ذا إيا وحي لها المال أكيد هذا إله إيا معبود لا شرط ماها فالكن أوسمي بان كتك فينا دينتنا كغسارينا وإن لم يسمي الشمس والصنم والوثن إلها بحقدر الشيخ بل لو كان حال السجود بل لو كان حال السجود معلنا بثباته على لا إله إلا الله وكانت قرينة تشهد له كأن جعل لهم مال عظيم على السجود للشمس فسجد طمعا في المال لم يفته ذلك سيف عم بدو فانتين حوري بل اسكدا يا مركو صنمك اسجود هاي اما قرح اسجود هاي اما وحا لمدك اسجود هاي دو توحتني لا اله الا الله صور بس اسجود هاي ولبا ماشا مركو سجود هاي وتوحيتن هاي هذا حتى قرينه كلا جرت توسيسا انو سن صنم كان يا قرح ظن يا مخلوقا اوزن وحا كفلين كلا وكلا هاي مثلا وحا صنمك اسجود أما قرح أسجوده مركي صوب حيسو أما طيح أسجوده عشان مليون دولار بالي مركو حامو قتب بلنقات كل بلنقات هي توحيد سك التوحيد تنهي مركو سجوده هيو قرأ أنت ما كل سجيو نيني إنه أسجوده طمعا سماها الدنيا ضوني حقوق الشريمة إنه ضنيني سنم كوينين نبا كم قتب عشان أيضا لا يعتبر بول لم يفيد ذلك وتدأو أنا متفق بوري لا إذن هوشاس هذا الله سكع إلالي كتاب قيسة العبادة رفع الاشتباه عن العبادة والشرك والإله صفحة أفرتني لباد بسيدة هوشا هو الخطروي ما يقول هيا يعني وحن روح هضوم قال لما كور دعو الدنيا أقد إيو ضنتا سكالي هول سعطا ما وروحن وحلو قالوا ما يها هذا خد عو أبو قرن يا وحان إنا يقال نمتها يقال باتاي لباتن ملي هالغوب اللي انقاض ما إيه هالغوب اللي انقاض أدون كورن بين اللي قدي بهاي هذا دون ترى ريه البانكو حماين ده قال هذا إن له هي مسلمين تلوه هي ليه واقل نمو مركز هاتمحو هاي نمن كهوية إن أنت وانك نسوفي جيب بابين هاي أنك وزن هاي عد باكوه الرئيسي باتري مركز واقل لكن قال هذا واحد تعايل أو ما قب واتو قالوا بس قش قاض أما هلقو قحيو أما نينتون كي هلقو بروميو هذا يكون طلا ضد كانوا مسلمين ما يهين الله ده واقعين أيها أي قال مس هيا ما هو هي لسا قال باتاي مع السلامة ضنت أتكلم هذا هي مراد كذا غرض كذا لا عبرة له باعتك هو كلفي وحك هو كاني هوشك هو كعزي وكذا أتكلم هذا واقش قاض لما تاي زمان أركيد محاكوجي ما يوحن كله صعب بسعوي أدون كأدون سوي وحل وحلو بهاي هاي باش الله دقو رجع له حساب توم هيا حساب تكون نرجليس أو كوج قالوا بيس لفتر كذا أو شيء هذا كذا إلالي الله إلاش شغل حلو ومن زعم الروح الشجع أن ثم فرقا بين الأمرين فليهده إلينا بوري نينك الشجع بوري إنا عرب شرك قاضي شرك القبوريين أما عبادة إله هي عبادة الأولياء وهذا الله سميعون فارق قد حي إنك شجع هنوس هذه بور هوش أنك ما هينها نوش فارق أنه قرن وين إن تام بارنا نسوي وين يبور وح قد حي مجر وحويا ولا بتكوي ومن زعم روح الشجع أن ثم فرقا بين الأمرين فليوده إلينا هنوس هذه يبور أنا هنوس هذه يبور وها نوكم ومن قال الروحي إذا إنه لم يقصد بدعاء الأموات والنحر لهم والندر عليهم عبادتهم فقل له فلأي مقتضى صنعت هذا الصنيع سؤال مهم جدا سؤال شان نك إذا ومقص دين يبور دعاء الأموات بري أم بري هيبور أموات
iyo gowracan u gowracahayo iyo sharadkan u galahayo ogolama jeedo buu uhi cibaadaatum inaan caabudo ad caabudiga ma aha buu uhi gowracan aan gowracahayo awlidaan cuskanhayo kuwaan xusahayo cibaadayga ma aha buu uhi faqul lahu waxaad ku tidhaahdaa falaayi muqtada falaayi sababin wey muqtadu waa sabab ama cilla waxaad tidhahdaa maxaad u samaysay sanactada sanica falkaani maxaad u samaynaysaa gowracan muxuu yahay baryadan maxay tahay cuskadkan muxuu yahay qaylintaad u qaylayso u dhawaaqayso habar wacashadan maxay tahay mabilaashba faina ducaaaka lilmayiti cinda nusuuli amrin bika laa yakuunu ilaa lishayin fii qalbika cabara canhu lisaanuka xaqaaiqda laisu dhiibo wey sheekhu wuxuu ku yidhi waxaad ku tidhahdaa faina ducaaaka dhawaqaada iyo baryadaada iyo qayladaada lilmayiti aad u dhawaaqayso cinda nusuuli amrin bika arrin markay ku qabsato baabuur baa lugta u baxaysaa taayirkii baa faniinahaya sheeb buu ka dhacahaya doontii baa matoor fadhiisanhaya diyaaraddii baa lugaha la bixi waayey xilliga xaaladdu ay khatar noqotay dhawaqad awliya u dhawaaqayso muxuu yahay maxaa keenay ma aha buu ihi ilaa lishayin fii qalbika wax qalbigaada ku jiro tacdiima ictiqaada weynaynah aaminaada qalbigaada ku jira carabkaadu cabirahaya cabara canhu lisaanuka wixii qalbigaada ku jiray carabka caddeeyey sheekh cabdilqaadiru markaa tidhi xilliga alla la cuskan lahaa markaa sheekh cabdilqaadir u bowday waxaanu garanay sheekh cabdilqaadir qalbigaada inuu ku wayo oo rabbi uu kaga wenya mataymisamabemasu sheegaynaa dega dhakhtar baa lagu geynhaya sheekhu kaama hadhin buu fa in kunta tahdi haddaad hadaaqaysa buu ihi hadayaan war ruuxa intay qandho karkarisay ama intay daawo qabatay iska hantaataqahaya wuxuu sheegay aan war u haynin ruuxa waalan fa in kunta tahdi buu ihi haddii aad hantaataqayso bidikri lamwaati amwaada sheegideeda cuskadkeeda cinda curuudi lxaajaad markay baahi timaado ama baahi yimaadaan min duuni ictiqaadin minka adoon ictiqaadsanayn inay waxtarahayaan lahum lilawliyaa walilamwaad fa anta musaaban bicaqlika caqligaa lagaa galo waalantahay buu hadalkaadan aad ku hadashay waxaad u qasada hadduu yahayna wuxuu ka tarjumahayaa wax qalbigaada ku jiraan leena haddaadan u qasidooda waalan tahayna dhakhtar baa lagu geyn oo muxuu ahaa meeshii dadka waala la geyn jiray mudayga miyay ahayd mise madaaray ahayd madaaraa lagu geynayaa fa anta musaaban bicaqlika labadaba midu noo sheega wey waxaan inaad waalan tahay iyo inaad miir qabtun baad kala caddayn sheekhu wuxuu uhi hakada sidoo kale in kunta tanxaru lilah haddaad alla wax u gowracayso ilaa qolya waxay dhahaan maya neefkan aan gowracnay iyo baryadan iyo hawlahan aan allan oola jeednaa ilaahay baan oola jeednaa tii buu sheekhu ka naqaashaya wahaakada in kunta tanxaru lilah haddaad alla wax u gowracday falaayi macnin macnan jacalta dalika lilmayiti waxamaltahu ilaa qabri haddii aad alla u gowracayso halkan maa ku gowrac maxaa biyolo loo geynhayaa ilaahay soo ma kulama socdo fa innii qariibun ujiibu dacwata daaci wey idaa sa'alta fas'al illah ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadada iyo dhawaasho meel kastay ku baxaysaa salaadii baa meel kasta ku baxaysa haddaad run sheegi ood alla u gowracayso qabri sheekh ebel maxaa ku geeyey 500 kilomitr 1000 kilomitr tanzania laga iman jiray waagii biro tanzania baa laga iman jiray uganda laga iman jiray soomaalidii yurub adaa iman jirtay canada laga iman jiray biolo nin canada ka aday baa anu indhayga saaray isagoo jooga muxuu ahay isheegay caasimadii canada maxay magaceed ma rabaa tii kale sheega ottowa ottowa nin ka aday baan arkay soomaaliya 72 waddanka canada galay 72 87 inuu ka aaday biolo aaday waa dhul intaa muxuu u socday ilaahay caabudahay miyaa ilaahay caabuday ugu dhawaan yahay sheekhu wuxuu leeyahy haddii aad ilaahay u gowracayso falaayi macnan jacalta dalika lilmayit maxaad neefka meydka u siin oogu magacaabi u sheegi waxamaltahu ilaa qabri qabrigiisana aad u geysi dadka qaarkood waliba waxaysa intay neefka kaxeeyaan oo qabriga ku gowracaan bay ay ka tagaan cuni mahayaan saanta ka bixin ma intay gowracaan bay ka tagayaan waa qurba tacdiim wey waa hadigi intaad gowracaysa kaga dhaqaaqayse intaad 100 dolar bixisaan baad aysan hadigi iga soo gowraca ama dhiigga iga bixiya tamatuc iyo qiraanki iska tegaysa adugu meel lagu gowracay iyo meel war uma haysad hawlihi o kale wey dhosh buu kaasi iskaga tagaya ama jin ha cuno ama dabca ha cunto waa qurbo wey waa cibaado caadi ah wey hawshaa aad baa u garanaysaan bay ila tahay hawshaas fa ina alfuqaraa
fuqaradu haddaad neefka hilib fuqaro u gowracayso qolyo waxay dhahaan maya waxay dhahaan waxaan neefka u gowracaynaa qabriga sheekha fuqarada joogta masaakiinta la siinaya meeshuu neefka kaxiy baa lagu dhamaan gaajo lagu dhammaanhaya been baan isu sheegaynaa annaga wuxuu sheekhu fa ina alfuqaraa fuqaradu calaa dahari albasiitati dhulka dushiisa fii kulli buqcatin baqcadla bay joogaan buu basadadu waa dhulka la fidshay dhulkan baa loo jeeda basadadu dhulkan fidsan meel kasta fuqara dhoomo gaajo u dhammaanayso oo waliba qaraabo ah waxaa intaad neefka u kaxaysay boqolkan neef aad u geysay sheekh hebel maqaamkiisii iyo xeradiisii howlahaasi waa cibaado iyo asagu dhawaasho iyo asagood aaminsan tahay ilaah buu kuu yahaye waad un ku naargeli halkaa ku soco wey sheekhu wuxuu uhi waficluka wa anta caaqilun laa yakuunu ilaa limaqsadin qad qasadtahu gabagabadu waxaa weeye waficluka horta ma neef xoola atahay mise aadamo caqlilaa tahay aadama wax garanhayaana soo ma aha falka fal kastood samayso dambad ka leedahay been maan isu sheegaynaa annagu ruuxa aadamaha wuxuu sameeyey ujeedu ka leeyahay asdaqu lasmaa'i xaaridun wa hammaam asmaada waxaa u runsan oo aadamaha marka la fiiriyo lagu turjumi karaa oo lagu fasiri karaa oo ku cad xaaridun wa hammaam xaaridku waa ninka kaasibka alcaamil waad shaqaynaysaa waxaad shaqaynayna dambad ka leeda waa hammaam hammigu waa niyo ujeediya haayo aadamuhu kii shaqeeyo wax qabto wey caamilatu naasiba tasla naaran xaamiya wey waad shaqayn shaqadaas waxaad leedahay ama aad meel ku tagtid ama wax ku noqoto fartaad qaato ujeedad ka leedahay wadaadow marka xoolaha aad gowracayso iyo baryadan iyo qayladan iyo khushuucdan iyo isdullayntan iyo cabsidan awliya laga cabsan ee qabrigooda agtiisa aan lagu sinaysan karin ilaahayna masaa'idiisa aan laga xushoonaynin hawshaani maxay tahay wa ficluka wa anta caaqilun falkaada adoo wax garanhaya laa yakuunu falku ilaa limaqsadin ujeedo qad qasadto aad doonaysa aw amrin qad aradto ama arrin aad doontay wa ilaa haddaadan qasad balahayn ood wax iska samayso waan iska sameeyey way dhacday wa ilaa fa anta majnuunun qad rufic canka alqalam haddii kale wadwaalan tahay buu ihi soo in la wada hadlo la xisaabtaa ma run lasu sheego shawkaani si fiican buu kuga niqaash niqaash ma ahe waxbuu ku fahansiinaya in been iyo sheekbe laga dhaadhiciyo oo intii awliyo la baryay haddana maya ilaahay baan baryaynaa intii awliyo neef loo maya allaan u gowracnay maya ilaahay dan kale kama lihi waan iska gowracay waanu iska samaynaa waa caado waxaas beentaas aniga hagu habaynaya cid kale ha lagu habo beenta noocaas dad aan waxba garanaynin baa lagu habaa buu walaa nuwaafiqo kugu waafiqi maynaba calaa dacwa aljunuun sheekh wuxuu dhahaa waan waalanahay kaa dhegaysan maynaba soo in lagu daayo ma ahayn haddaad tiri waan waallahay wuxuu dhihi waalida kaa dhegaysan mayno maxaa yeelay waa dacwa la timid laabudda min burhaan qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin laabudda likulli mudacin min bayina maxaana kaaga dhegaysanayni markaad haweenka guursan ood reerkaa dhaqanin caqli badan inaad taad sheegataa ma markaad shirkiga ku dhacayso oon kugu dhagno baad waalanaysaa buu markaad shirkiga ku dhacdo oon ku qabanno yaad dhihi waan waalanahay farkayga waxba laga soo qaadi markaad hadhow banaanka joogtana nin kaa caqli badan ama kaa indhacdhacd ma jiro wuxuu uhi marka kaa dhegaysan mayna waan waalahay waa ruux ila xisaabta muhiim jiddan wey wuxuu uhi sheekhu walaa nuwaafiquka calaa dacwa aljunuun sheegashada aada sheegatay inaad waalantahay kaa dhegaysan mayna maxaa jira ilaa bacda suduuri afcaalika wa aqwaalika fii gayri hada calaa namadi afcaali almajaaniin si fiican baan isu fahanay ila tahay ilaa bacda suduuri afcaalika waxaanu kaa dhegaysanaynaa inaad waalantoon aqbayno ogolaanaynaa marka ay afcaashaadu ku soo baxdo iyo aqwaashaadu meeshan meelaan ka ahayn shirkiga awliyada baryadeeda cusadkeeda meelaan ka ahayn adoo waalamankan adoo qashinka uursamankan meelaha kugu aragno baan dhahayna alla ilaah kii waa allaa weeye eegi mobaylka soo baxay waxay dhahen qolyihii reer hargeysa waxay dhahen haddaad aragta nin bannaan taagan oo faraha taagtaagaya ha la yaabin inuu waalan yahna ha moodin waxaa jira wax la yidhaha mobayl yaa jira ha la yaabin bay dhahen lan asal moogta nin faraha taagtaago meel socdo oo saas yidhahda inuu waalayin bay asal ahayd mobayl baa yimid ninka meesha wax ku haystaa gacantan uu taagtaagaya saa ku haya wuuna socdaa ha dhihin bay ninka inuu waalan yaha mobayl baa kaa dambeeyey almuhim si kastaba noqotee ilaa aad meel kale ku waalato ilaad meel kale ku waalata buu ihi kaa dhegaysad mayno inaad waalantahay cinda aldirxati waalqubuuri waalawliyaa warkaa waad fahantid bay ila tahay ilaa bacda suduuri afcaalika wa aqwaalika fii gayri hada fii gayri hada waa maxay
كان مذان كأهين ونقور عيه ذبح جي ندها عند القور والأوياء على نمط أفعال المجاين أي على حال أفعال المجاين فالكاظو أن قبور تخسين رقن كاظو أن قبور تولد خسين مركو رقن نين وارن نقضو مركز أن كاي لين أنا وارن طاي لكن وامير قبى مركن بنان كجوجو مركن أولي بري نوان والله ده وش صعون ميسي أو شو ميلا صعونيس أما والله أمير قب حالة واحدة كأقل الله لا والله ميلا كوكوس هكاكم فإن كنت تصدرها انت يرتزم مرة منكره حزين هذا بالله توفيق.